هاي بنات، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. هبدأ ادور على طول. بما انه دائما تجي استفسارات انسحب اللون، كيف نسحب لون؟ اغلب الالوان الحلوة طبعا تطلع بسحب اللون، فقررت اسوي لكم الدورة هذه بشكل مبسط وسريع عشان تستوعبوها اكثر، وححفظها لكم ان شاء الله كمان في انستغرام. وهعملها بطريقتين، بالسحب الكريمي والسحب البودرة، واوريكم ايش الفرق بينهم. اوكي طيب، اول شيء حنجي للسحب البودرة اللي معروف دايما عند الكل، في منه لونين ابيض وازرق. طبعا الابيض يكون انعم، الازرق يكون خشن شوي على الشعر، بس تقريبا كلهم نفس النتيجة ونفس المعايير ونفس ال نفس كل شيء، يعني نفس الوقت. راح يكون مقداره تقريبا لكل ملعقة ماش، كل ملعقة ماش أو بودرة ملعقتين أكسجين، وأنت على حسب شعرك وطول شعرك تسوي. أوكي، لكل ملعقة بودرة ملعقتين أكسجين، أكسجين 30 إذا كان عندك حماية للشعر زي الأول بليكس الآي بليكس. إذا ما كان عندك حماية للشعر استخدمي أكسجين 20 وتسحبي على مرتين إذا احتجتي، ممكن تكتفي بمرة واحدة أو مرتين. طيب هنا زي ما قلنا خلاص البودرة هذه كميتها عرفناها. نجي للسحب الكريمي اللي هو البعض ما يعرفه، موجود في شركات كثير منها لاكمي منها بيستيل وغيرها. بالنسبة لكمية الأكسجين حتكون نفس الكمية متساوية، هنستخدم معاه أكسجين 30. ليش؟ لأنه السحب الكريمي أخف ضرر من البودرة، لأنه يحتوي على زيوت وكريمات فما راح يضر الشعر بكثر البودرة، فهمتوني؟ فعشان كذا عادي لو استخدمنا مع 30. أنا حسوي الكميات زي ما كنا هنا قلنا، هنا الكريمي والأكسجين نفس الكمية، هنا الأكسجين دبل الكمية، حسوي الخلطتين وهرجع لكم. هنا حبدأ أحط أول شيء البودرة ملعقة، دائما يكون معاكي أي معيار، واحد اثنين. أوكي ليه شوية نخلطها. هنا الكريمي ملعقة، طبعا أنا هنا زي ما قلت أنا هنا استخدمت أكسجين 30. ليش؟ لأني هستخدم حماية، إذا ما حتستخدم حماية هتستخدم أكسجين 20 اللي هو 6، تسحبي على مرة أو مرتين حسب شعرك. أوكي طب هنا قلنا ملعقة سحب كريمي مع ملعقة أكسجين، هنخلط. لما نخلط خصوصا البودر يكون فيه حبيبات، فلازم نستمر في الخلط، نخلط 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 كثير عشان الحبيبات هذه تذوب وشعرنا ما يطلع من بقع جهة لون وجهة لون مع السحر، فهمتوني؟ لازم نخلط تمام. طبعا انا هنا راح استخدم الحماية ايبليكس، لان استخدم قوة الحماية فيها هسوي شيء بسيط لأنه مسوي سحب بسيط. اوكي الأول بليكس طبعا أشد حماية، هذا يعتبر حماية متوسطة بس مش نفس قوة الأول بليكس للأمانة، عشان كذا الأول بليكس غالي. هنخلط
بقولك لك طبق ثاني، السحب الثاني. اوكي نجي هنا لطريقة السحب. اول شيء الافضل انه يكون شعرك مو نظيف، يعني له كم يوم، يومين تقريبا 3، مش مغسلته، عشان الزيوت تحمي الشعر، الزيوت الطبيعية للشعر. ثاني شيء اذا حابين نصبغ او نسحب الشعر كامل، نسوي السحب مع عدة جذور نبعد عنها مقدار 2 صباع تقريبا. بعد تقريبا المدة اللي تمر فيها 40 دقيقة أو 50 دقيقة على حسب اللون أو السحب اللي أنت تبيه. بعدين نسحب الجذور آخر شيء، آخر 10 دقائق ل15 دقيقة نسحب الجذور مع باقي الشعر ونغسل. إذا بس تبغي تسحبي أطراف، وأنا أفضل دايما إنه أي لون فيه سحب دايما بس أطراف، عشان لو سمح الله شعرك اتضرر أو شيء، أطراف بس تقدر تقصيها تعالجيها تتصرفي فيها. يعني في النهاية بس تسحبي أطراف عادي بأي تكنيك. وبعد كده طيب كيف نبدأ؟ نبدأ دايما من ورا، نقسم الشعر 4 أقسام، نبدأ من ورا وقدام يكون خفيف، راح يفتح لك بسرعة ويبين إنه غير ورا. حتى لو فتح بزيادة، يعني لو إنك بطيئة أو شيء، عادي راح يتغطى باللي قدام، عشان كذا أنت تبدأي من ورا لقدام. أوكي طيب أنا حبدأ. أنا أوزع قسمت الخصلة هذه 2، نفس الوقت حسوي البودرة والكريمي عشان نشوف نفس الوقت، ونخليها نص ساعة ونشوف إيش اللي أسرع في التفتيح وإيش اللي أأمن. أوكي أوكي هنا وزعت زي ما شايفين، هنا الكريمي لونه موف والباودر لونه أزرق، هغطي عليهم وحشيك عليهم بعد نص ساعة أشوف لأي درجة وصلت، وحصور لكم. هي في شغلة بنوه عليها، أول شيء الشعر المعالج اللي فيه بروتين كيراتين أي معالج، ما تستخدم سحب أبدا عشان ما ينحرق. الشعر اللي فيه حنة، صبغة سوداء، صبغة بني غامق، برضو ما تسحب لأنه حيطلع مبقع ممكن ينحرق برضو. سحب فقط لشعرها نظيف أو في صبغات فاتحة. حتى اللي مسوية سحب قديم ما تسحب مرة ثانية إلا لما تسوي اختبار للخصلة، لأنه ممكن سحب على سحب ينحرق برضو. أوكي طيب هذا بعد نص ساعة 30 دقيقة تقريبا وصلنا لدرجة 8، سحب هذا البودرة وهذا الكريمي تقريبا كلهم درجة 8. هخليه كمان 20 دقيقة وأشيك بعدين. اوكي دحين خلص الوقت، خليته تقريبا 50 دقيقة، هذا اقصى حد ممكن اخلي فيه السحب على الشعر، ولازم دايما نطمن على حالة الشعر نشوف اذا يتمطط معانا او لا. اوكي راح اغسله دحين واوريكم النتيجة بعد الغسيل. هنا السحب وصلنا تقريبا لدرجة 8، تقريبا كلها نفس الشيء البودرة والكريمي. بنحتاج سحب ثاني لو نبغى نفتح أكثر الشعر زي ما هو متغير. إذا نبغى نسحب شعر بأكسجين 20، اللي ما عنده حماية لازم تضيف بلسم معاه. أوكي ويكون السحب على مراحل، يوم نسحب كم يوم نريح، يوم نسحب زي كذا، ونتبع الشعر عشان ما يروح فيهم. اوكي ايش ممكن نصبغ على هذا اللون؟ في الوان كثيرة ممكن نصبغها على هالسحب، منها درجات الزيتوني، ذهبي، اشقر الرمادي الغامق، درجات البني الفاتح، اي درجات من الدرجات المتوسطة نقدر نسويها، الا البلاتيني والرمادي الصريح لازم يكون افتح من كذا. بالنسبة للي يسألوا فين نحصل، في أي مكان راح تحصلوا السحب سواء كريمي أو بودرة، أنواع الأكسجينات في أي محلات تجميل موجودة،
حتى حق الصيدلية ممكن تستخدمه، اللي هو ولا مع أكسجينها عادي تقدر تستخدمه. أي شركة، مش شرط تقيده بشركة واحدة أو شركة معينة، كلها نفس النتيجة وكلها نفس الشيء.